السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس حارث سيلازيتش رئيس البوسنة والهرسك الأسبق. سيادة الرئيس، مرحبا بك. مرحبا. بدأت مأساة سربرينيتسا التي كانت محاصرة منذ بداية الحرب تتفاقم في شهر يوليو عام 1995. ارتكب الصرب مجزرة تاريخية في سربرينيتسا في 11 يوليو. ما هي الأجواء التي سبقت مذبحة سربرينيتسا؟ والله الجو كان مضطرب جدا، جو سياسي في البلاد، وأنه كنا نعرف أن سربرينيتسا في وضع يعني في خطر كبير، هذا كنا نعرف هذا الشيء. ولكن سربرينيتسا كانت منطقة محمية وفق الأمم المتحدة، وفق وتحت الأمم المتحدة، فكنا نعتقد أن على الأقل أرواح هؤلاء الموجودين في سربرينيتسا مضمونة، يعني على الأقل حياتهم مضمونة، لكن صار غير ذلك. وهذه اعترفت الأمم المتحدة، اعترف كوفي أنان بفشل كبير في سربرينيتسا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة كمنظمة. كيف تواطأت الأمم المتحدة مع الصرب لتنفيذ الجريمة؟ هذه كانت يعني كان بعض الضباط في ذلك الوقت يعني يتصلوا بالأمم المتحدة، وكانت الاتصالات هذه ماشية، وأين بالضبط أين حصل الخطأ؟ أنا لم أكن أتدخل في القرارات العسكرية، لكن كنت أعرف أن هناك بعض أمور حصلت غير منطقية. القوات الهولندية جردت المسلمين من السلاح وسمحت للصرب أن يدخلوا، فارتكبوا تلك المجزرة، ذبحوا 8000 من مسلمي سربرينيتسا. صحيح، بس الحقيقة أن هذه القوات الهولندية كانت واحدة صغيرة، يعني حواليهم القوات الصربية، منها أقرب منها أبعد، لكنهم حوالي هما في منطقة تحت الحكم الصربي العسكري، فكان من المفروض أن الأمم المتحدة تحمي هذه الوحدة العسكرية وتحمي البوسنيين الموجودين في سربرينيتسا، وهذا كان فشل كبير. أنت وجهت اتهاما علنيا للأمم المتحدة وقتها بالخيانة والمسؤولية عما حدث. طبعا هم مسؤولين عن هذه المنطقة المحمية من قبل الأمم المتحدة، وهذه مسؤولية كبيرة، والعملية عملية القتل وما قبل أخذت أيام، يعني نعم لم تتم في 24 ساعة. إذن كان عندهم وقت أن يتدخلوا بالطيارات، وهذا كان مفروض أكثر من 10 أيام تقريبا، كان مفروض أن يتدخلوا بالطيارات وأن يهاجموا المواقع الصربية، ولم يحصل. إذن مسؤوليتهم مسؤولية واضحة. الصرب كانوا يتفننوا في الانتقام، كانوا يتفننوا في الجرائم، كانوا لم يتركوا
شيئا إلا وارتكبوه، حتى أن من أفظع الأشياء التي علمتها إلى اليوم تستخرج بعد 20 سنة، تستخرج جثث، تكتشف جثث لضحايا سربرينيتسا. كانت الجثة الواحدة يدفنونها في عدة أماكن. صحيح. أعتقد أن العملية هذه انتقال الجثث من موقع إلى يسموها الموقع الأولي إلى الموقع الثانوي. نعم. يعني يخبوا الجثث. أولاً دفنوها في يعني 4 أو 5 مواقع. ولكن أخذوها بعدين ووزعوها في أماكن أخرى. بعضها بعيدة عن سربرينيتسا. فلذلك كان صعب جدا عملية اكتشاف هذه الجثث، يعني أخذت وقت طويل جدا. يعني كارثة إنسانية، والمسؤولية تقع على ما يسمى بالعالم المتقدم. حتى ذلك الوقت كانت الأمم المتحدة أصدرت 64 قراراً بشأن مأساة البوسنة والهرسك. ما حجم ما طبق من هذه القرارات؟ بعضهم جزئياً. فلذلك قلت أنها افتقدت بعد سربرينيتسا، الأمم المتحدة كمنظمة افتقدت المصداقية، وفي رأيي افتقدت الشرعية، لأنها لم تقم بواجبها. لكن السؤال، ماذا نعمل؟ هل عندنا أمم المتحدة رقم 2؟ لا، فلا بد من تواصل العمل. رغم مرور 20 سنة على مذبحة سربرينيتسا، سراييفو تحتفل بها الآن، لا زالت البوسنة تعيش تفاصيل المأساة. أنا حضرت بعض الاحتفالات، جلس إلى جواري بعض الأرامل وأبناء الشهداء وعائلتهم. يعني كأنها شيء من الصعب أن يمحى من ذاكرة المسلمين. صحيح. في بعض الأحيان وجهت بعض الانتقادات لي أنا. بسبب أني يعني كما قالوا استخدم سربرينيتسا لأغراض سياسية، وأني أتكلم كثيرا عن سربرينيتسا، وأني لا أسيب الماضي للماضي وما إلى ذلك. فأنا قلت بطبيعة الحال هذا حقنا أن نتكلم عن سربرينيتسا، نتكلم عن هذه الأرواح اللي راحت يعني بريئة، حتى الأطفال، وكيف وأن غير يعني غيرنا يتذكرون ويقيموا فعاليات وما إلى ذلك، ومتاحف للهولوكوست مثلا، وهذا حقهم، ونحن لا. ليش لا؟ لماذا لا؟ قال يعني نتقدم إلى المستقبل، نتقدم لأشياء أخرى. أوكي، بس لا يمكن أن ننسى. أي شعب ينسى حادثة مثل سربرينيتسا؟ لا أعتقد أن هناك شعب ينسى هذا الشيء. بعد 3 أيام فقط من سربرينيتسا في 14 يوليو 1995، كان اليوم الذي يصادف العيد الوطني الفرنسي، هدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك باتخاذ مواقف صارمة وحازمة بخصوص الوضع في البوسنة بعدما بدأت تتسرب المعلومات عن مذبحة سربرينيتسا. هل ساعدت سربرينيتسا
الموقف الدولي لا سيما الفرنسيين والأمريكان على أن يتخذوا خطوات إيجابية تجاه البوسنة؟ نعم، هو نعم. ما هي الفوارق اللي وجدتموها بين ميتران وشراك فيما يتعلق بالبوسنة؟ الرئيس شراك كان باين يتعاطف مع البوسنة، مع المدنيين، وقال هذا الكلام كم مرة. أنا لم ألتمس من رئيس ميتران هذا الشيء أبدا. كان يواجهنا ببعض الأسئلة، مثل توضيحات. مثلا لما كنا في زيارته نزورة والرئيس علي وأنا ووفد، يعني أربعة فقط. نعم. الوفد مكون من أربعة أشخاص. نعم. أول سؤاله كان هل في الوفد أي واحد مش مسلم؟ أي هدف من السؤال؟ يعني أوكي، وفي الحلقة الماضية حكيت لك أني يعني ملاحظة غير دبلوماسية، ملاحظة يعني كل قرية تريد أن تصبح دولة، مش مؤدبة يعني أصلا، أن ليس لكل قرية أن تصبح دولة. فقلت ما قلت، أن دول ما كانت البوسنة وهرتسجوفينا دولة بحدودها، دول كبيرة في أوروبا لم تكن موجودة أبدا إذا كنا نتكلم عن البوسنة وهرتسجوفينا. فمن هذا لاحظنا أنه يعني الدعاية الصربية عملت تأثيرها كان واضح. لكن في نقطة مهمة أنا لاحظتها في كل وفودكم وتحركاتكم الخارجية، في الوقت الذي كان فيه الوفود الصربية الدولية كلهم صرب والكروات كلهم كروات، كان دائما البوسنة والهرسك منوعة، بينكم صرب وبينكم كروات، حكومتك كان فيها صرب وفيها كروات، سفراءك صرب وكروات، أنتم كنتم مختلفين عن حتى الآن. وهذه هي البوسنة، ونحن نريد البوسنة كهذه. هذه الرسائل لم تكن تصل للغربيين، لم تكن تصل ميترا، لم تكن تصل كلينتون، لم تكن تصل للآخرين؟ لا وصلت، وكان يعني كثير من المنظمات المدنية وما إلى ذلك وقفت معنا بهذا السبب، لأنهم فهموا أننا فعلا نريد السلام في البوسنة ونريد التعددية البوسنية. كل بوسني له حق أن يعيش في البوسنة، لكن ليس في إطار الصربية الكبرى. هذه كانت المشكلة. في 27 يوليو 1995 صوت الكونغرس الأمريكي لصرح لفع تصدير السلاح للبوسنة والهرسك. ما قيمة هذا القرار في هذا الوقت؟ الضغط، قيمته في الضغط على الرئيس كلينتون، وعطاء الرئيس كلينتون تبرير لاتخاذ بعض الخطوات المهمة، والضغط على أوروبا بأن يعمل شيئا. ولذلك الرئيس كلينتون لم يمضي، يعني لم يوقع القرار، لا، لكن بدأت عملية سياسية لحل مشكلة البوسنة بالطريقة العسكرية. لكن كل حلفاء الصرب في العالم على رأسهم أمين عام حلف الأطلسي ويلي كلايس في ذلك الوقت، وكل الدول الأوروبية انتقدوا الخطوة الأمريكية في قرار الكونغرس رفع السلاح عن البوسنة، كلهم انتفضوا ضد هذا القرار، كما انتقدوا ألمانيا لما اعترفت بكرواتيا وبعدها بالبوسنة. ألمانيا اعترفت بكرواتيا أولا، فانتقدوها من؟ طبعا فرنسا وبريطانيا. لماذا؟ يعني هذه حكاية
تناقضات دول أوروبية الكبرى ما بيناتهم وتأثيرهم، مناطق نفوذ وما إلى ذلك. هي هذه الحكاية. الكاتب في الواشنطن بوست جيم هوغلاند في نهاية يوليو 95 نشر مقالا قال فيه إن شيراك هو الذي أحرج الرئيس الأمريكي كلينتون وأحرج رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور حينما أصر على التدخل في البوسنة ومنح قوات الأمم المتحدة الفرنسية في البوسنة حق الحرب ضد الصرب. هنا كأن الرئيس شيراك هو الذي يقود حملة رفع أو مواجهة الصرب في البوسنة. وهذه فلسفة ديغولية أن فرنسا لابد أن يكون لها دور رئيسي في الأمور الأوروبية وكذلك العالمية أيضا. لكن القضايا الأوروبية فرنسا لابد أن تكون في على رأس هذه المحاولات. هو ميتران أيضا وضع فرنسا على رأس هذه المحاولات. وفي 92 قال لابد أن نتصرف كدولة عظمى بمصالح أوروبية، لكن وضعها على رأس هذه الأولويات بمنع بإتاحة الفرصة للصرب للقضاء على المسلمين، وليس الدور المعاكس اللي بيقوم به شيراك الآن. أنا ممكن ذكرت هذا الشيء أنه يعني وهذا محل البحث ما بين في علم السياسة، أن الأحزاب اليمينية بما تسمى باليمينية، يعني هذا حزب ديغولي شيراك ديغولي يميني يعني، كانت تهتم أكثر شيء أكثر بقضية البوسنة والهرسك من الأحزاب الاشتراكية. والسبب أعتقد أنها يعني متعلق بيوغوسلافيا، ففقدان يوغوسلافيا من الخارطة الاشتراكية في أوروبا، وخاصة في فرنسا، الاشتراكيين الفرنسيين، هذا اللي حصل. المهم في النمسا الاشتراكيين طبعا كانوا واقفين بجانب البوسنة، بس مش بهذا القدر وبهذا العمق مثل مثلا الوزير الخارجية اليميني ألويس موك اللي كان وقف معنا وقفة أخوية. هذا اللي فتح لكم السفارة في واشنطن. أي نعم. وفعلا هذا اللي حصل في فرنسا أيضا. الرئيس الاشتراكي كان موقف سلبي من بوسنا، لنقول أقل يعني سلبي. وشيراك لما أجا تحول الموضوع كله، وبدأت عملية سياسية التي ستنتهي بعملية عسكرية. في منتصف أغسطس 95 الكروات حققوا انتصارات على الصرب في أوكرانيا. هل ما أثر هذا على المسلمين؟ أثر كبير جدا طبعا بطبيعة الحال، وبدأ تنسيق مع القوات الكرواتية. وفي العمق وراء كل هذا، وراء هذا الانتصار وتنسيق ما بين القوات البوسنية والقوات الكرواتية، الحكومة الأمريكية. لكن هذه كانت يبدو هزيمة كبيرة للصرب. هزيمة كبيرة ونهائية بالنسبة لوجود الصرب في أوكرانيا، في كرواتيا. كرواتيا. شهر يوليو 95 أغسطس 95 كان شهرين مليئين بالتطورات بالنسبة للقضية البوسنية، سواء على الصعيد السياسي أو على المعارك على الأرض. المسلمين بدأوا يحققوا انتصارات، وقعت مذبحة سربرينيتسا التي غيرت الموقف الغربي، قرار الكونغرس برفع تصدير السلاح عن المسلمين، مؤتمر لندن ذهبتم إليه، قرارة الرئيس شيراك المتعاطفة مع المسلمين والتي فتحت المجال.
هذه الأجواء هي التي ساعدت في التمهيد إلى مؤتمر دايتون؟ نعم، وكان في اجتماعات غير كذا، وكان في اجتماعات أنا ما كنت موجود فيها، مثلا في أنقرة وجنيف ما كنت. مين اللي كان بيحضر فيها؟ في أنقرة كان الرئيس علي، وجنيف الاجتماعات ما بين ريتشارد هولبروك ومحمد شاكر بي وزير الخارجية آنئذ، وهكذا كان عندنا يعني. أنا كنت بلاحظ إن كتير من الاجتماعات أنتوا لم تكونوا تكفوا عن الاجتماع، كل أسبوع كان في اجتماع في جنيف، في هنا هنا هنا، لكن كلها كانت تراوح مكانها. حتى هذه الفترة بدأ أثر الاجتماعات يختلف، شيراك غير شكل الاجتماعات، سربرينيتسا غيرت شكل الاجتماعات، وكانت قضية البوسنة تقرب النهاية. الصرب قرروا أن يدمروا بعض النجاحات اللي حصلت، فأطلقوا قذيفة على السوق في الأسبوع الأخير من أغسطس 95، قتل وجرح فيها 120 شخصا. أصبحت هذه أشياء، السوق كان يقصف من آن لآخر، حتى وأنا موجود قصف السوق، وإن كان الضحايا كانوا قلة في حدود 25، لكن كان قصف السوق كان يتم بشكل دائم ومستمر. نعم، كل الصرب بيحاولوا. تسارعت الأحداث. تسارعت الأحداث لأن النهاية كانت قريبة. أنت كنت تشعر أن النهاية قربت؟ أي، لأن النرفزة على جانب الصرب كانت واضحة جدا. أن أولا الجيش البوسني أصبح قوي، لا يستطيعون الدخول، ولا هذا البليتس كريغ اللي عملوه الحرب السريعة. نعم، انتهى هذا الشيء. الجيش الكرواتي صار قوي جدا، ولو طبعا علاقة مباشرة مع الغرب، وكان يعني يتمتع بلوجيستيكس والسياسة والتسليح وما إلى ذلك، يعني الجيش الكرواتي. فأصبح هناك لا بوسنة ولا كرواتيا ليست فريسة سهلة على صرب. هل تحرك الغرب في ذلك الوقت هو للحفاظ على مكتسبات الصرب والحيلولة بين المسلمين وبين أن يحرروا المدن التي احتلها الصرب خلال 3 سنوات من الحرب؟ هي صورة عن موازين القوى والجيوسياسية في ذلك الوقت بالضبط. يعني اتفقوا لجنة الاتصال، ولا مش مع اللي هي الدول الأوروبية والأمم المتحدة، خمس دول كبرى، خمسة دول، روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. اتفقوا ما دام هناك روسيا فوقفت بجانب الصرب طبعا. نعم. فاتفقوا على أن يكون جزء من البوسنة، يعني 3 أجزاء من البوسنة تقريبا تحت سيطرة كل أثنية من 3 أثنيات. هذا اللي بيطرحوه من أول يوم، ما الفرق بين هذا وبين ما كان يطرحه ديفيد أوين في البداية؟ الفرق أن الصرب، يعني الصرب كانوا يستولون على حوالي 80% من، الآن انخفض إلى 50، انخفض وإلى 50. لا، هذا صار في الدايتون. أيوه، في الدايتون، لكن قوتهم كان أقل. اللي يقولوا بالإنجليزي المومنتوم، يعني ما كان لصالحهم. كان ينبغي أن ينهوا الحرب في سنة واحدة إذا منتصرين، لكن أصبحت المعطيات ليست في صالحهم، استمرار والمعطيات ليست لصالحهم أبدا. فكما يقولوا الحرب سجالة، يعني يوما لنا ويوما علينا. كان وضع الصرب في ذلك الوقت أقل من 49% اللي أخذوها؟ لا، أكثر؟ كان أكثر.
يعني أكثر قريب فوق 60%. بعد تعيين ريتشارد هولبروك مساعد لوزير الخارجية لشؤون أوروبا وكندا، أصبح هو الوسيط في حل أزمة البوسنة. لمع نجم هولبروك بسبب قضية البوسنة، لم يكن أي وسيط أمريكي يأتي ويتحرك دون أن يكون معه البريطاني والفرنسي إلا هولبروك. بدأ يتحرك في البلقان وحده مع أنتوني ليك اللي هو مستشار الرئيس للأمن القومي، دون البريطانيين ودون الفرنسيين. كأنما الأمريكان في هذه اللحظة قرروا البحث عن حل للبوسنة بعيدا عن التأثير الأوروبي. هذا يرجع لشخصية هولبروك. كانت له كان يتصل هو بالفرنسيين وبالإنجليز بطبيعة الحال، لكن الفرنسيين أيضا كان يتكلم الفرنسية، سفير كان في فرنسا، كان له علاقات قوية جدا مع فرنسا. لكن شخصيته أنه كان أعتقد أن كانت له مشكلة حتى في البيت الأبيض، لأنه كان يعني يعمل كل شيء على انفراد، كانوا يسموه البولدوزر، بولدوزر، ويعمل ويشتغل ولا يسأل. ويعني هو بعثوه لينهي الحرب، وهذه مهمته، وعرف مهمته إنهاء الحرب، عرف مهمته بأي وسيلة. ولا أستطيع أن أقول أنه يعني هذا الشخص وليس حيا طبعا الآن، هو مات نعم 2012 أعتقد، حاول أن يساعد البوسنة، هذه هي الحقيقة. حكى لي كم مرة ماذا نعمل، قل لي بعد ما دار بينك وبينه هولبروك، بعد ما دار بينك وبينه هولبروك. والله نحن الاثنين كان بيننا في يعني اجتماع أول وحدث إعلامي أول، كان يعني طبعا مشكلة بيننا. بينك وبينه؟ أي. ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه صار يتكلم بلغة صرب، جاء من بالي، نعم، عاصمة البوسنة، أي صربي، وجاء يتكلم بلغتهم بمنطقهم، لم يكن ما زال يعني لم يكن يفهم التفاصيل بالضبط، والتفاصيل الصغيرة المهمة. فقدام الإعلام أنا قلت لا، ما أنت مخطئ. فمستر هولبروك كان يعني حساس جدا للإعلام وصورته في الإعلام، فبدينا يعني على وتيرة صعبة شوي، يعني لم تتفق وصار بينكم خلاف في البداية. كان في خلاف في البداية. متى تفهم الوضع؟ بعد ما فهم هو الأمور هناك، كان في جلسات، كان جاي لسرايبو أيام الحرب، كان يعرف الأمور، نعم، بس ما كان يعرف بعض التفاصيل. وهكذا، لكن طبعا قعدنا وتحدثنا كم مرة، وقال لي ماذا نعمل، ماذا أعمل أنا؟ أنا طبعا كنت أنتقده، تتعمل ما تعمل كذا، لم تكلم كذا، لم، قال لي ماذا نعمل؟ هل كان لديه عندي كم حكومة؟ من موسكو إلى واشنطن كل واحد له رأي، وموسكو مع الصرب طبعا، ونحن نحاول أن نقيم علاقات مع روسيا، يعني طبعا يعني مصالح استراتيجية وما إلى ذلك، وفرنسيين على حدة، وبريطانيين كل واحد له عقلية معينة ومصالح مختلفة، له طموحات معينة ومصالح مختلفة. فقال ماذا أعمل؟ أنا طبعا كنت أضغط عليه كثير. كان عنده رؤية وحل ومشروع، أم كان يبلور الأفكار ويرجع في النهاية إلى إدارة، أم كان القرار عنده؟ هو كان يقترح الحل، يقترح الحل، لكن كانوا يأخذوا برأيه. إيه أهم المقترحات اللي قدمها لكم؟
المقترح لما أتى بسراييفو لا أتذكر التاريخ بالضبط، بس أتذكر أن قعدنا في مطعم كذا ومعنا مع شخصين. على المهم حضر ورقة وعليها ورقة صفحة واحدة، هذا هو الحل. قال أين الحل؟ قال هناك كيانين لهما رئيسين والبرلمانات وما إلى ذلك، وهناك ثلاثة أشخاص اللي يمثلوا البوسنة يجتمعون كذا، يعني كم مرة في الشهر أو في السنة، وتحدثون. قلت هذه هي، هذا مشروعك وهذه هي دولة البوسنة والهرسك؟ قال نعم. قلت لا. وأين برلمان الدولة؟ أين حكومة الدولة؟ لأن الدولة ثلاث رؤساء من البوسنة يجلسوا مع بعض يشربوا قهوة، هذا ما هي دولة؟ أين علم الدولة؟ أين نشيد الدولة؟ أين الحدود؟ أين الجنسية؟ وما إلى ذلك. قال شوف الوضع اللي أنتوا عايشين فيه. وبالضبط، بس هذا هو بالضبط الوضع هذا اللي لا يخليني بعد كم أموات والجروح وما إلى ذلك، أنك أنت يعني تضغطني وتبرر الضغط بهذا الوضع. هو الوضع، عشان الوضع هذا بالضبط أنا أقول لك لا. وطبعا تكلموا كيف وأنتوا كذا وإحنا كذا وأمريكا ستنسحب، يعني بعد ثلاث سنوات وهذا هو العرض؟ إيه، هذه كانت محاولة. يعني هذه الدول ألم تكن تعبث بمصائر الدول الصغرى؟ هذه الدول الكبرى تعبث بمصائر الشعوب ومصائر الدول وبدمائها وبكل شيء فيها؟ أكمل لك الحكاية. هذا كان ضغط ومحاولة فقط لكي يعمل شيء. وكان يعرف أني أرفض هذا الشيء، كان واضح جداً. يعني كلها يعني تمهيد للاتفاقية هذه، شو اسمها، اتفاقية الدايتون. وفعلا لما وصلنا لدايتون كانت الجمهورية الصربية متفق عليها في البوسنة، وكانت الفدرالية متفق عليها في أبريل 94 في واشنطن بيننا وبين الكروات. وقفنا عملية الحرب ما بيننا، بدينا، أنا كنت رئيس الوفد هذا في واشنطن. وهذه الاتفاقية ألقت غموضا بعد الشيء حينما نصت أن يكون الرئيس كرواتي وكذا، اتفاقية 94، لكن فهمت بعد ذلك. على كل دايتون بدأت، دايتون استمرت ثلاثة أسابيع من أول نوفمبر 95 إلى 21 نوفمبر 95، ثم وقعتم بعد ذلك الاتفاقية في فرنسا في باريس. لكن قبل الاتفاقية أنتوا ذهبتوا للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل دايتون، كان في ذكرى 50 سنة في نهاية أكتوبر. الرئيس علي برضو كانت الخطابات كلها بتدور في الضغط هنا وضغط هنا، قال إن البوسنة وجيشها لن يقبل بتقسيم الدولة بغض النظر عن الطبخة التي يجري الإعداد لها. كان في طبخة جاهزة أنتوا رايحين لها في دايتون ولا رايحين تساوموا أيضا؟ الكيانين، المطبخ هذا أنتج كيانين، الكيان كيان خاص للصرب وكيان صرب كروات مسلمين. أي نعم،
الصرب هم كسبوا كل شيء. اي لا مش كل شيء. خدوا نص الدولة 49% بعد ما كانوا واخدين 80%، فما أخذوا كل شيء. احنا أخذنا كمان، يعني دافعنا عن شيء معين. نعم. وبعدين ليس يعني ما يعني أخفقوا في شيء، وهو تقسيم البوسنة وهرتسك وإعطاء جزء منها لصربيا وجزء آخر لكرواتيا. هذا ما حصل. يعني حدود البوسنة وهرتسك كما هي كما كانت لقرون، وكان ممكن جدا وقريب جدا أن تزيل البوسنة وهرتسك 100% لا وجود لها، ونحن يا إما لاجئين يا إما أموات. هذا اللي حصل. لكن جئنا دايتون. لدايتون أول نوفمبر 95 عندنا الاتفاق على جمهورية صربية 49% واتفاق على الكيان الكرواتي. أين الدولة؟ هنا. فالمعركة الدبلوماسية قامت، وهذا اللي كان يهمني جدا. ما هو شكل الدولة البوسنة وهرتسك؟ الكيان يعني محافظات، حكم ذاتي يعني، محافظات إدارية. كم محافظة اتفقتوا؟ لا هذا يعني أنا أعتبرها محافظة أيا كان شكلها. يعني لا محافظة. أنت تعتبر 49% دي محافظة؟ محافظة، أي نعم. ما هي الدولة؟ هذه مشكلة قائمة بيني وبين الصرب لحد الآن، لحد اليوم. لأن هم لا يملكوا إصدار جوازات ولا يملكوا، بس هم عندهم جيش اتفق على كيانين، على جيشين، لا، على قضائين. هناك جيش بوسني، جيش واحد، جيش بوسني، جيش واحد. لكن هم عندهم صرب البوسنة عندهم جيش أيضا. لا، هو الجيش البوسني مكون من هذا، لكن جيش البوسني قيادة واحدة. لا لا. فبدأت المعركة لركائز دولة عسكرية، دولة عصرية ديمقراطية حديثة بقدر الإمكان. يعني لها برلمان، برلمان البوسنة وهرتسك وليست الكيانات، برلمان البوسنة وهرتسك وحكومة البوسنة وهرتسك والدستور. فطلع الدستور أن الملحق الرابعة من هذه الاتفاقية هو دستور البوسنة وهرتسك لحد اليوم، وهناك برلمان وهناك الحكومة. فنجحنا في أن ننشئ هذه الركائز الثابتة. ايه اهم ما دار وراء الكواليس من صراعات بينكم وبين الصرب؟ هو انه ميلوشيفيتش قطع علاقته مع صرب البوسنة بالمرة. ميلوشيفيتش زعيم صربيا، لانه قبل الذهاب الى دايتون اخذ الموافقة من الكنيسة الصربية ومن صرب البوسنة أنه وحيدا يمثل صرب البوسنة في الدايتون. هو فبهذا أصبح هو الشخص له قرار. نعم. ف يعني قطع علاقته مع كرايشنيك ومع كولوفيتش وألكسندر بوخا كان اسمه ثالث، قطع علاقة معهم واتخذ القرار هو، وهو اللي وافق على اتفاقية دايتون. طيب الآن كثير من المراقبين يرون أن دايتون أضفت شرعية على كل جرائم الصرب، بل إنها ساعدت في عقاب الضحية وهم المسلمون. طبعا يعني كان ما في شك كان اتفاق دايتون اتفاق ظالم لكم. طبعا. لماذا وافقتم عليه؟ لأنه معناه سلام، إما الحرب أو دايتون. أي
الحرب كيف من أمامكم نستمر من خلفكم؟ كيف نرفض الاتفاق أوروبي وأمريكي؟ بماذا نستمر بالحرب؟ بمن؟ من ورانا؟ من معنا؟ لا أحد. هل كان سلوبودان ميلوسوفيتش وفرانيو تودمان زعيمي الصرب والكروات على قناعة بالاتفاق أم اعتبر التوقيع مرحلة لتجاوز الضغوط الأمريكية والغربية؟ لا، ميلوشيفيتش كان يريد السلام. لماذا وهو ليس رجل سلام؟ لا، لأنه خلاص انتهى. أن صربيا دخلت الحرب هذه اعتقادا منها ومن ميلوشيفيتش أن الحرب سينتهي في غضون نص سنة أو سنة أو بعض الشهور، فبدأوا عملية تحتاج إلى اللوجستية الاقتصادية مثل اللوجستية مثلا الألمانية، فهم صربيا دولة صغيرة، يعني ببساطة كانوا يريدون شيء كبير وهما صغار. فانتهت يعني التأييد، يعني حلم صربيا الكبرى انتهى مع توقيع اتفاق دايتون. طبعا دايتون لم يكن نصرا للمسلمين لكنه كان هزيمة للصرب. هذه اتفاقية كما قال الرئيس عليه، يعني اتفاقية غير عادلة لكن لا بد منها. هل كان موافقتكم على دايتون كاتفاق دائم أم حل مؤقت؟ كاتفاقية، يعني كسلام أو كذا؟ كاتفاقية سلام أدت إلى حل دائم ولا حل مؤقت يعقبه حلول دائمة؟ اتفاقية دايتون هي التي تحكم البوسنة إلى اليوم بعد 20 عاما، وإذا كانت صالحة في العام 95 هي ليست صالحة في العام 2015. طبعا بكل تأكيد نحن كنا نعتقد وكنا كلنا وليس فقط الوفد البوسنوي بس بل الصربي والكراتي ودول هذه كلها كنا نقول أنها يعني سنة أو سنتين عام عامين خلاص انتهى، وبعدين نعمل دستور وكذا. هذا هو السلام، اتفاقية السلام بعدما تنسحب الجيوش وتستقر الأمور إلى حد ما نعمل دستور جديد، ولكن الأمور المؤقتة السياسة هي التي تدوم، هي التي تصبح دائمة. هذه قاعدة. أليس اتفاقية دايتون الآن هي السبب الرئيسي في عرقلة النمو والاقتصاد في البوسنة والهرسك؟ البوسنة والهرسك الآن مثل سيارة تقودها ثلاثة أشخاص، صربي وكرواتي ومسلم. بالضبط، في الوقت الذي ينعم فيه الصرب بالحكم الذاتي في منطقته. أيوه، حالتهم ووضعهم الاقتصادي صعب جدا مهما كان، لأنهم في إطار البوسنة والهرسك، فلا بد من تغيير الوضع، لا بد من تجديد هذه. وش الاتفاقية؟ سيادة الرئيس، الآن هناك 10 كنتونات ب10 بلدانات ب10 حكومات، الصرب لهم برلمانهم في منطقتهم، أنتم عندكم برلمانكم ب3 رؤساء، يعني استنزاف 60% من موارد البوسنة والهرسك في كيانات بيروقراطية لا تؤدي إلى النمو. صحيح، هذا إفرازات دايتون. هذا فشل أيضا، فشل طبعا البوسنيين دائما، لكن للمجتمع الدولي، لأن اهتمام والتركيز على البوسنة والهرسك انصرف
بعد سنة أو سنتين أو ثلاث. صحيح أن حققنا في الأول نتائج كويسة، نتائج مع كل المشاكل. مثلا سنة 1997 قانون الجنسية على ما أتذكر، ثم قانون النشيد الوطني بدون كلمات، وكذلك العلم، قانون الحدود. هذه ثوابت الدولة. لكن دائما هناك طرف يعرقل حينما يكون هناك ثلاثة كل في اتجاه وبينهم ثارات قديمة وحروب، لا سيما الصرب. وأنا ظليت أتكلم عن هذا الشيء وأنتقد المجتمع الدولي وأنبههم بأن القيادات الصربية، الأستابليشمنت بتاعهم، ربما الحكومة تقول نعم، لكن الأستابليشمنت والعقلية هذه لا تزال تعيش في أيام ميلوشيفيتش من ناحية سياسية، ولا يزالون يفكرون في أمور، في أن البوسنة والهرتسك لا وجود لها بالنسبة لهم، وهناك صربيا الكبرى. لازال بعضهم. فكنت أنا، انتقدوني أنا من ناحيتهم، وقالوا لي كم مرة أنك يعني لابد أن تنسى الماضي، وحكومة صربية والصرب البوسنة معنا وإحنا ماشيين تقدم وما إلى ذلك. كنت أقول، ولا أريد التفاصيل الآن، التفاصيل ما يعني في بعض المشاريع ما مشت، مثلا ممتلكات الدولة شيء مهم جدا، لأن ممتلكات الدولة هي في الكيانين، فالربط ما بين الكيانين. فقلت أصر على هذا، والحمد لله نجحنا في أن نثبت أن ممتلكات الدولة هي للدولة وليست للكيانات، مهم جدا اقتصاديا ومهم سياسيا. وحدة الأراضي، لأن الصرب لم ينجحوا في أن يمزقوا البوسنة والهرتسك مع قوتهم، مع هذا. فديتون بكل يعني فشل. لو أذهب إلى الكيان الصربي أدخل فيه وأمشي فيه وأروح وأجي فيه كأني في البوسنة والهرتسك، لا أحد يوقفني ولا يقول لي أنت في مكان آخر. أنا كنت أسوق، أنا في نص الليل أروح بوحدي بسيارتي، أروح مثلا لدوبوي وكذا. أنا برضو في شيء بعدين مشيت بسرعة شوية، وقفوني الصرب ولما شافوني أوكي نعم مع السلامة وما إلى ذلك. يعني هذه دولة واحدة مع كل المشاكل، هذه دولة واحدة. وهذا لا يعني أننا لابد أن نستمر في إدارة الأزمة. يعني بديت أتكلم عن الوضع ما بعد الحرب. الآن هذا ما أبدأ به الحلقة القادمة، ما بعد دايتون، ما بعد اتفاق دايتون، وما آل إليه الوضع في البوسنة والهرسك بعد دايتون. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس حارث سيلازيتش رئيس البوسنة والهرسك الأسبق. في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.